منتدى شباب العالم اختتم جلسات وورش العمل الخاصة بمبادرة الفن المستدام وتنمية الإنسان لدعم الشباب والمرأة من خلال الاقتصاد الإبداعي، وده كان بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، واللي عقدت على مدار 5 أيام ناشد فيها ورش العمل 3 محاور رئيسية، وهي الفن المستدام المرتبط بإعادة التدوير والتمكين الاقتصادي للمرأة وكمان ريادة الأعمال. بهدف دعم الشباب والمرأة من خلال الاقتصاد الإبداعي، عقد منتدى شباب العالم ورشة عمل حول مبادرة الفن المستدام وتنمية الإنسان، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. تم خلالها مناقشة 3 محاور رئيسية هم الفن المستدام المرتبط بإعادة التدوير والتمكين الاقتصادي للمرأة وريادة الأعمال. الورشة النهاردة معنية بنشر قيم الفن للشباب وربطه بأهداف التنمية المستدامة من جهة، وربطه باستراتيجية مصر 2030 واللي بتتمحور حوالين تنمية الإنساء وبناء مستقبل أفضل لي، وكمان ربطها بفكرة جديدة هي المشروعات الصغيرة أو entrepreneurs أو رواد الأعمال، فإزاي يقدر الفني أو صاحب الفنان الشاب أو صاحب الفكرة الفنية كمان يقدر يخلي من فكرته ومن فنه مشروع يقدر يبتدي بيه اقتصاد فني. كما تركز أنشطة المبادرة على زيادة الوعي بقضايا التنمية المستدامة وإشراك الشباب فيها من خلال توعيتهم بأهمية إعادة تدوير إنتاج المواد مرة أخرى وتمكين الشرائح المستهدفة وتعليمهم مهارات جديدة في مجال الفنون والحرف اليدوية لخلق منتجات قابلة للبيع لتصبح مصدر دخل لهم. الفن هو المراية للمجتمع بشكل كامل، إذا كان من تاريخ أو في كل مراحل الفن. الهدف منها هو أن احنا ندعم شباب الفنانين والتمكين الاقتصادي للمرأة، التمكين الاقتصادي للشباب وللمرأة من خلال الفن. بنربط الفن التشكيلي بالكمان الأهداف التنموية للألفية، فمن ضمنها الاقتصاد الإبداعي. وعلى هامش المبادرة تم توقيع عقد بروتوكول تعاون بين منتدى شباب العالم ومؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية، ويأتي ذلك تأكيدا على النهج التنفيذي الذي تبنته الأكاديمية الوطنية للتدريب ومنتدى شباب العالم في احتضان المواهب الشابة وتأهيلها لسوق العمل وثقلها بالمهارات والخبرات اللازمة.